موقف القوات اللبنانية اليوم من التطورات المتسارعة في البلد؟ مع هالرئيس الجمهورية والسلطة الحاكمة ماني قادر أوصل لحكومة أنا بتمنيها. مزبوط، انتو صار لكم 15 سنة بهيدي المنظومة، مش مزبوط، ومشاركين معهم ومقاسمين معهم وراضيين فيهم. استقالة رئيس الجمهورية هو الحل؟ قوة الثورة هي كلهم، يعني كلهم منع اللي ركبت الأمواج على وجع الناس، كانت كلهم يعني كلهم هي الأساس. ركبتوا الأمواج على وجع الناس كقوات لبنان؟ خلينا كل شعاراتكم اللي عم تحكوا فيها هلأ نحن من 6 سنين طارحينها، كلهم مع التيار تحت المحاكمة وتحت المحاسبة. قولي لي مين هو المسؤول القواتي اللي متهم بملف فساد أو سكت عن ملف فساد؟ وبعلاش رح تكون شوي قاسي بالحكي وبالنقد، دعست على أحلام الناس بثورة الأرز و14 أدار هن والاشتراكي، وراحوا على التحالف الرباعي. أدائك وحديثك هذا اللي عم تحكيه هو اللي عم بيفشل الثورة. كيف يعني أنه بختلف أنا مع الحزب بالسياسي وضد سلاحه وبعتبره دولة ضمن دولة وتحالف معه بالانتخابات؟ القوات اللبنانية معروفين أنه على وين ما كان انه هن اللي نزلوا سكروا هيدا. شو معروفين يعني؟ يعني انت ضد تسكير الطرقات اللي الجيش اللبناني ما قبل يفتحها لانه هو كمان جوعان. نعم. وانت مع تهديد حسن نصر الله للقائد الجيش انه اذا انت ما بتفتح انا بتصرف. احلى صوره للمعارضه هي لما هيدا الحزب اللي هالقد عمل مكاسب اذا بدنا نقول عم بيطالب، هو بالصفوف الاولى عم بيطالب بانتخابات نيابيه مبكره. شو بدي انتخابات؟ انت بتفضل انا الانتخاب لعياسكم. روق اسمع، أنا ما بخلي لك روح. إيه روح استقيل اليوم، ما بدنا نقبل نعمل مثل ما غيرنا عمل، لغي غيره تيقول إنه هو السلطة. عم تسأل مين أنا؟ عم تسأل أبو الشرف؟ أنا عم بقول لك مين أنت؟ أنا عم بقول لك مين أنت؟ أنا بعرف أنا بوش أنا بوش كل هيدي السلطة من 10 سنين. يعني ولا مرة بيحاولوا يتفوقوا علينا بالعمل السياسي، بيحاولوا دايما يشوهوا صورتنا لأنه صورتهم مشوهة. أنتوا سمعتوا وبتبقوا أنتوا الحكم.